ام جي تعود اليكم مره اخرى من المركز التجاري جاردن سيتي لمدينه شراغا، الذي شهد حفل الافتتاح الرسمي لاحد ارقى الماركات العالميه المتمثله في العلامه الفرنسيه لاكوست، التي تعتبر شركه بلاي مود الموزع الرسمي والحصري لهذه الماركه في الجزائر. مرحبا بكم. دونك كان كتشوفوا رانا هنا مع لاكوست، سي لوفيرتور اوفيسييل تاع لي ماغازان لاكوست هنا في جاردن سيتي. اون دوموند ا مسيو رومان كافال دو نو بارطاجي دو ليكسبيريونس دو ليكسبيرتيز اي سورتو ان بيتي مو بار رابور ا لا مارك لاكوست اي لا بريزونس دو لاكوست اون الجيري. جو سوي تري تري هورو داتر اوجوردي افيك فو ايسي او جاردن سيتي pour célébrer l'ouverture de la quatrième boutique du groupe Lacoste en Algérie avec son partenaire historique Play Mode Group qui les représente depuis 2009. لاكوست هي احد اجود واشهر الماركات العالميه، تنم عن الذوق الفرنسي الرفيع. تم تأسيسها سنة 1933 من طرف لاعبي التنس الفرنسي غوني لاكوست، الذي كان مسيطرا آنذاك على ملاعب كرة المضرب العالمية خلال عشرينات القرن الماضي. شكلت لاكوست سبقا في تاريخ اللباس الرياضي، حيث كانت أول شعار يتجلى بوضوح على اللباس الرياضي. La quatrième boutique, comme je vous le disais, il y en a deux autres à Alger et puis une à Oran. Cette nouvelle boutique, vous aurez le plaisir de la découvrir tout à l'heure sur une surface de plus de 160 mètres carrés pour représenter eh bien, l'ensemble des produits de la gamme Lacoste. Lacoste, vous le savez, c'est une gamme prestigieuse, sport, loisirs, d'origine française. Et en tant que directeur de Business France et conseiller commercial de l'ambassade de France, évidemment, c'est un plaisir immense d'être ici aujourd'hui avec Play Mode Group pour promouvoir les produits Lacoste. Donc nous vous invitons très nombreux à visiter ce nouveau magasin. Je vous remercie. تعرف لاكوست برمز التمساح، والذي صمم لأول مرة من طرف روبرت جورج لفائدة غوني لاكوست، الذي اتخذه كأيقونة تزيين ملابسه الرياضية وحتى الاعتيادية. فقد ولدت فكرة التمساح على هامش أضواء كأس ديفيز سنة 1927، حيث وعد عميد الفريق الفرنسي آنذاك أن يهدي لاعبه روني حقيبة فاخرة مصنوعة من جلد التمساح في حالة ظفره بإحدى المباريات الهامة. وبالرجوع إلى أصناف منتجات علامة لاكوست، نجد أنها في الأصل ماركة رياضية، إلا أنها تنتج أيضاً الملابس والأحذية الكلاسيكية، فتجد الأحذية خفيفة ورياضية، رجالية وحتى النسائية، إذ يمتاز نعل حذاء لاكوست بالمتانة والراحة في وقت واحد. وتجد بالأحذية الرياضية مميزات، منها أنها مبطنة من الداخل، وهذا لإعطاء راحة أكبر للقدم. أما الجزء العلوي فيختلف على حسب نوع الحذاء والنمط المصنوع له. بالنسبة للملابس فتمتاز بأنواعها المختلفة والمتعددة، سواء للأصناف الشتوية أو الصيفية، فنجدها تعني بجميع الفئات سواء كانت رجالية، نسائية أو خاصة بالأطفال، لأنها تصنع من أجود الأنسجة القطنية وبعدة مقاسات، ولهذا السبب يضمن الزبون أن القطعة التي يرتديها فريدة من نوعها سواء في التصميم أو اللون.